مرحبا. راح نحضر نوع من أنواع السلطة الصيفية الزاكية. بدنا المكونات التالية: صدرين دجاج منقطعهم بهذا الشكل، بدنا مسترد ديجون ربع كوب، عسل ثلث كوب، تومة 3 حبات مدقوقين معاهم رشة ملح رشة فلفل، بندورة كرزية، بصلة مقطعة على شرايح بصلة صغيرة، زيت زيتون بدنا 2 معلقة كبار، خس آيسبرغ أو الخس البلدي. أول إشي حطينا العسل بالوعاء اللي بدنا نخلط فيه. هلأ عم نضيف زيت الزيتون 2 معلقة كبار. إحنا هون عم نحضر النقعة اللي بدنا ننقع فيها الدجاج قبل ما نقليه. نحرك العسل وزيت الزيتون منيح. هلأ رح نضيف التومة، المسترد الديجون، هلأ رح نخلط هاي المكونات كتير منيح. رح نضيف نص الكمية اللي عنا هون، نعتبرها نقع على الدجاج. نقلب الدجاج، نتركه بالبراد لمدة 1.5 ساعة. رح نبلش نقلي الدجاج بدون ما نضيف له زيت، لأنه الخلطة عنا المارينيشن فيها زيت. نتركه على نار هادية. هلا ضفنا 3 معالق مية كبيرة للصوص الباقي عنا عشان نرخيه شوي ونقدر نستعمل دريسنج للسلطة. بنضل نحرك فيها عبين ما تتجانس منيح. بعد ما رفعنا الدجاج عن النار قطعناه لقطع صغيرة. هون قطعنا احنا الخس والبندورة والبصل، راح نضيفهم فوق بعض عشان نخلطهم. هلا راح نضيف الدجاج. الدريسنج راح نضيف الكميه اللي احنا بدنا اياها. في ناس ما بتحب الدريسنج، بتحب تحطه على جنب السلطه، فبقدر يضيفوه بصحنهم. راح نرشلها شويه بزر عين شمس. صارت وصفتنا جاهزه. صحتين وعافيه. ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.